في مثل بالعربي بيقول من جد وجد ومن سار على الدرب وصل. ضيف اليوم كان ضيفي في حلقة سابقة. الحزام هذا هو بطل أبطال أولمبيا، يعني أنت بعد ما بتأخذ أول على وزنك بيجيبوا كل الأوائل بيعملوا بيناتهم بطولة، اللي بيربح واحد من البطولة كلها بيعطوه الحزام هذا طبعا على الفئات اللي مشارك فيها. طبعا في عالم بقى بتلاقيها انه ضخامه وكذا، في مفهومات يعني مفهومنا عند الناس مفهوم خاطئ انه كمال الاجسام هي لعبه حجم بس، لا في الف شغله ثانيه تلعب دور بالتحكيم اللي هي الجمال العضلي، التناسق العضلي، العمق العضلي، النشاف الى اخره، في كثير شغلات يعني. طيب شلون كان شعورك وقت اللي استلمت الحزام وكرت البروفي هذا اللي نحكي عنه هلا؟ والله يعني هذا الشعور، انت اول شيء ربحوا الثالث، بعدين الثاني، بعدين تركوكم اثنين. نعم. كيف هالوقفة هاي انت؟ هون بقى لما نضلوا اثنين هون في واحد منا راح يطلع برا خالص. والله هلا دخلت مرحلة المحترفين، هلا اخذت يعني بدي اخذ فترة يعني اقوي نفسي اكثر. المحترفين يعني تخيل كل واحد بده يتنافس معه مار المسيرة هي كلها يعني. أيوة. يعني الناس كثير قوية عرفت شلون؟ طبعا تخيل يعني في كل بطولاتك عم تشاركها باسم النمسا؟ كل بطولاتي باسم النمسا، من وقت اللي جيت على النمسا كل بطولاتي حتى هاي اولمبيا مستر اولمبيا حصلت على اذا بتشوف مقابلتي بالتلفزيون بالتلفزيون الامريكي ومجلات امريكيه ومجلات حتى الروسيه وجرايد روسيه كلهم كاتبين ذا اوستريان محمد علواني، يعني ما كان في اي دعم، يعني بتشوف انه في كان انه عنصريه في نعم. من ناحيه التعامل معك نعم. انت كلاجئ طبعا طبعا يعني الاول شيء انا ما بعتبر نفسي لاجئ بصراحه لانه كلياتنا هون لاجئين بالارض يعني تماما عرفت شو انا مهاجر يعني بسبب ظروف او جيت يعني في يعني ممكن اي انسان يتعرض له يعني كابتن انت لما رجعت من مستر اولمبيا حصلت هذا اللقب العظيم وانا بهنيك من جوات قلبي وهالميداليات هدول اللي جبتهم معك مين كان في استقبالك في المطار والسبونسرية والعالم فهذا الأمر موجود واقع يعني لازم نحكي عنه يعني نضل ساكتين ليش نضل ساكتين هذا الواقع واللي عم يصير يعني أنا اليوم جبت بخمسة أشهر 10 ميداليات بالبروليج على مستوى العالم كل البطولة هي البروليج بيسويها كل دول العالم تشارك فيها Oh.